وزارة الثقافة دورها إيه بقى مع رسالة سلام الدولية ومهرجان سماع وما إلى ذلك؟ الحقيقة دور يعني أنا بعتز بيه جدا، من بدأ من الفنان فاروق حسني. الحقيقة دعم رسالة السلام أول ما بدأناها، ودكتور محمد صابر عرب الحقيقة كان موقف جميل جدا، أيضا أستاذ حلمي نمنم، وطبعا دكتورة الزميلة الحقيقة دكتورة إيناس عبد الدايم الحقيقة، وهي حتى بتشجع ومن محبي جدا مهرجان سماع ومهرجان الطبول الدولي للفنون التراثية، ودايما الحقيقة إنها تتكلم عن المهرجانين دول. وأيضا يعني عاوز أقول لك إن إحنا كل شهر صندوق التنمية الثقافية اللي أنا أساسا في قبة الغوري، وكنت وضعت الفلسفة الخاصة بقبة الغوري، ولازلت حتى هذه اللحظة في قبة الغوري صندوق التنمية، تابع بقى لصندوق التنمية الثقافية. أنا بعمل الحقيقة عدة حفلات، ولكن شهريا الثابت اللي هو رسالة سلام، في جمهور كتير جدا بيجي يحب يحضر. طبعا احنا معانا على فكرة 60 فرد في رسالة السلام، منهم كمان مجموعة اندونيسيا، وبنقول بعدة لغات. بشكر كمان يعني الحقيقة العلاقات الثقافية الخارجية، وخاصة يعني أول ما بدأنا يعني الأستاذ محمد غنيم الله يرحمه، وأستاذ حسام نصار، ودكتورة كاميليا، الحقيقة كان لهم دور بارز جدا، وكمان مجلس الأعلى للثقافة، وخاصة دكتور يعني جابر عصفور الحقيقة، وأيضا الدكتورة أمل الصبان كان لها دور مهم، وهي اللي جابت رعاية اليونسكو في الدورة الثانية من ملتقى الأديان اللي أنا أسسته. الحقيقة بشكر الجمهور بقى الحبيب، أنا عايز أقول لك إن الجمهور الحقيقة يعني ربنا يبارك فيهم، بيشجعنا بيدعمنا في كل الحفلات، وبيشارك معانا بالغناء، بيشارك معانا بكل أحاسيسه، وهو اللي بيعمل الدعاية. أنا بشكره جدا، وبشكر وزارة الثقافة، وبشكر أيضا وزارة السياحة والآثار. والله ده أنا اللي عايز أشكر حضرتك جدا جدا جدا، بشكركم جدا قوي خالص، جدا 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 إلى أبعد الحدود.